دايرين لاباس عليكم بخير اموركم هانيه كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم باحسن حال وبصحه جيده. شكرا بزاف بزاف على الناس اللي سولوا عليا وشكرا بزاف بزاف على الناس اللي خافوا عليا وقالوا لي علاش خبرتي. فعلا يعني اللي مريت بواحد الازمه صحيه بلا ما نبقى ديما نقول لكم ازمه صحيه وانما فعلا قمت بعمليه جراحيه العينيه داكشي علاش غبرت عليكم واحد شويه. وصراحة الفيديو ديال اليوم يعني كنت باغا نشارك معكم اخر مشترياتي في دوزيام ديماغ، كنت خصني نحطو قبل ما ندير لوبيراسيون، ولكن للاسف الموت ديال السي ريان الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر والديه اثر فيا بزاف كيف ما اثر في كلشي المغاربه والوطن العربي والعالم باسره. الله يصبر والديه والله يرحمه في نهار اليوم ان شاء الله. فسمحوا لي بزاف بزاف على الغيبه، ويعني الفيديو ديال اليوم كنقول نكملوا ما نكملوش حيت انا كنبغي فاش نصور لكم شي حاجه ديال المشتريات نصورها لكم ملي يكون باقي لي زارتيكل في المكازين باش اللي عجبته شي حاجه يمشي ياخذ فكره وياخذها. فدابا سي تخوط عاغل هما الموصول سهله، ولكن قلت علاش لا كوميم غنكمل الفيديو ونوريكم شنو شريت. غادي نخليكم مع بعض اللقطات اللي كنت خديت الاسبوع هذه قبل ما نفتح باش نمشي ندير لي سولد، وكنت على اساس انني غندخل الدار ونصور لكم شنو خديت وما كملتوش. غنخليكم مع اللقطات ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله. رجعت معكم البنات باش نشارك معكم ان شاء الله المشتريات ديالي، واخيرا شريت الصاك اللي كنت حاطه عليه عينيا. انا ملي كندير شي حاجه في راسي خصني ناخذو السير. ها هو الصويك تكون مضروبه على الخضر، دابا راكم غتكونوا حفظتوني الخضر والاحمر تبع الحال المغربيه. فوالا ها الصاك اللي خديت مايكل كورس ديال الجلد كوير 100%. هاد الصاك هذا خلصتو شنو نقول لكم، خلصتو من 25 أورو اللي خرجت من جيبي، ولكن هو راه ماشي يطلع ليا ب 25 أورو، يعني هو الثمن ديالو الاصلي راه 25 مضروبه في 20. ولكن انا كنت يعني عمرني ما غادي نقدر نشري لا بثمنه الاصلي لا واخا يحيدوا منه 50%، لان السكان ديال مايكل كورس كيبقاو كمان شويه غاليين، يعني واحد الميزانيه، وكل ما كانش عندي لي شيك ديال كوميتي دونتربريز ما كنتش غادي نزعموا ناخذو. فبالتالي بقات 25 أورو اللي خاصني نعطي من جيبي انا. فوالا عجبني بزاف صراحه هاد الفيغ تيترون، لكن انا كنفضل انني نلبسو هكا، وغادي يجي ليا طبعا تحمى بزاف ديال اللبسات اللي عندي في الخضر. فيغ بيترول يعني واحد اللون اللي هو ماشي مشعشع، ماشي يعني واحد الخضر زوين راقي. فوالا هذا هو الصاك اللي كنت مشيت خديتو من غالي لافايت، وللاسف ما كملتش معكم يعني التصوير بظروف صحيه. ها هي لابوشيت اللي كتجي معاه. دونك فوالا هادشي اللي خديت من غالي لافايت. دوزو لزهرة، خديت واحد جوج ديال البابين في الصابو. الو خديت هذاك الاحمر كيما كتشوفوا الثمن كان ب 50 أورو، خديته ب 20 ما كاملاش 20، يعني نقول ب 20 أورو. خديت هذا في الغوش،
نفس الشيء نفس الثمن، هذا هو كان ب50 وخديته ب20، خديت هذا في المطار صفار زويون. هذا عندي واحد البيسه اللي غتجي معاه، وخديت هذا على شكل بحال الشريبيل بحال الصابو بحال البليغه، حتى هو هذا كان ب40 ماشي ب50 وخديته ب20. هذا الشيء اللي خديت من زار. فوالا هذا خديته من واحد المكازا سميتها نيويورك، حاطين فيها بزاف ديال زارتيكل ديال الشينوا. خديت هذا ب13 اورو، عجبني مع شي قميجة بيضاء لتحت، راكم عارفين اختكم مضروبة على الخضر، يا ربي السلامة تكون جاية من مولاي ابراهيم. فوالا خديت هاد الكونفيرس هادي من واحد المكازا ديال السبور، والله ما عقلتش شنو سميتها، المهم فيهم عرس برديلات وداكشي ديال لي مارك. خديت هاد لي كونفيرس هادو في البيض، وفيهم واحد التويشية واحد امتي توش غوز بال، هادو ب30 اورو باش طلعو عليا. الوغ شي مورغان البنات كتعرفو يعني الأغلبية ديال الملابس ديالي من مورغان، كنتكسب بزاف من مورغان ومن إسبري، وفي بعض الأحيان كناخد الحوايج من كامايو، ولكن للأسف هنا عندنا في لازاس كامايو اللي كاين في ستراسبورغ تقريبا كلهم سدو دارو فايت في البيريود ديال الكورونا، فبقى عندي واحد اقرب واحد عندي هنايا بالنسبه لستراسبورغ، يعني خصني نضرب واحد 20 كيلومتر بالطوموبيل، فالاغلبيه من مورغان. خديت هذا الجيلي هذا اللي فيه هاد لي بيرل بحال لي بيرل دو كولتور، زوين الصراحه. هذا حيدت لي تيكيت حنت فايت لبستو، هذا خديته كان ب 35 اورو موان 50%. فوالا كيجي تحت لي بونطالون لي جيب، هانتوما كتير. خديت طاي ام، خديت من عندهم هاد السروال بحال، هاد لي بونطالون البنات أنا تنحمق عليهم لي تيكونو الحد في القد، يعني كيجيو مع لي باسكيت وما كتحتاجيش أنك ديري ليهم لوغلي ولا كتلبسو مع لي باسكيت، كيجيو الحد في القد زوينين في اللبسة. خديت هذا طاي 40 كان ب65 أورو موان 30%، و جافي واحد 10 أورو ديال البونداشا نقصوها ليا من هاد لي زاشا كاملين مع واحد المونطون غنوريه ليكم. انا كيعجبني الحال ملي تيكون عندي لي شيكادو تيكون عندي لي بوندو غيديكسي، و كنحس براسي راه درت زعما طيلة كنقول هاد درت هميزة. خديت هاد المونطو هذا البنات من عند مورغان، كيحمقوني حوايج مورغان البنات، هذا كان ب 110 اورو بموان 30%، كيف ما قلت لكم كان عندي شيك دو ريديكسيون. خديت هذا اللون هذا ما عنديش زوين، هذا ماشي غوج، غيقدر يبان لكم غوج في الفيديو، انما هو بحال الفرامبواز اللون ديالو، ان شاء الله تلبسو في عيد الحب الا خرجتي خريجه انا وراجلي. فوالا طاي 40 اللي خديت، صافي هادشي هما اخر مشترياتي. وبالنسبه للسيت شاين ولا شين معرفتش كيفاش كيسميو بناتي، كيتكسو منو بزاف هاد السيت هذا، مبقيتش انا كنشري لبناتي حيت يعني صافي السيت ديالهم مختلف، مبقيتش كما كنت كنكسيهم ملي كانوا صغار، فدابا بالتالي كيكومونديو راسهم، وهي تقول لي بنتي علاش ما تكومونديش من السيت شاين، قلت لها يا ماما راه زوين ملي كشتي راه كنصبنو ونردو والحوايج ديالهم زوينين. وانا ناخذ هاد لونسومبل هذا جربته طاي ال، خديته ب 35 اورو، كان عندهم في هذا اللون، وكان الخضر خزي ناصر، وكان البيج، ولكن مازال مشيت للبيج. وهذا خديت ال البنات، ولكن ضروري ما تلبسون معاه شي حاجه اللي هي طويله حيت اش كيبين شويه لي فورم. فوالا مع لوكو ديالو، الصراحه هذا كينفعني ملي كنكون فيا العكس ما باغاش نلبس ولا زربانه، صافي ما كتبقايش تقلبي شنو هذا غيجي مع هذا، كنلبسو كندير يا اما ايباه باسكيت ولا حتى هاد الصابو الكحل راه كيجي معاه. وانتم راه تشوفوا راني لبستو في الخرجه ديال كاري لافايت، وغادي تشوفوا كيفاش جاني حتى تقولوا لي في كومونتير. وصافي هادشي البنات اللي تيلي كاين، هادشي اللي خديت للاسف، يعني كان كنتمنى نصور لكم هادشي يعني ملي كان باقي لي سولد، ولكن يعني لظروف صحيه خارجه على الاستطاعه ديالي ما نقدرش نكمل الفيديو. كنشكركم بزاف بزاف على التفاهم ديالكم وعلى الصبر ديالكم معايا، شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم المستمر. كنقول لكم بلا بيكم انا راه والو، بلا بيكم راه القناه ديالي ماشي شي حاجه، وان شاء الله راه غادا كتكبر بيكم، وكنتمنى ان شاء الله تبقاو مشجعيني ودعموني
بارطاجيو لاشين ديالي مع حبابكم وصحابكم، ما تنساوش لايك واشتراك بالنسبه اللي باقي ما مشاركش. خليتكم على خير، كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. الله يعطينا غير صحيحتنا، وكنتمنى لكم الصحه والعافيه، ودائما البنات تهلاو في صحتكم، راه الصحه ما كتقدرش بالثمن، الصحه هي كل شيء. عندك صحتك عندك مال الدنيا كامل. الله يعطيكم صحيحتكم ويعطيكم بنوين في خاطركم. خليتكم على خير، كنقول لكم الى الفيديو القادم.